السلام عليكم. طبعا يا شباب، اليوم في معنا شاشة كامري 2022، يعطي خيرها ويكفي شرها ان شاء الله. طبعا السيارة كامري 2022 جديد ما شاء الله، جابها على طول هنا نركب له الشاشة. طبعا الشاشة بتجي نفس مع الديكور حقتها، تركب لها فوق بدون اي فراغات بدون اي شيء. طبعا ما شاء الله تبارك الله ركبنا له شاشة ريد ماستر، طبعا بدون اي فراغات كما تلاحظوا الان. والديكور هذا من فوق في بروز خفيف، هذا هو نفس ديكور الوكالة. طبعا كل شيء شغال معنا، كل شيء شغال معنا. طبعا هذه كاميرا الوكالة بنجربها الآن، نفس أفياش الوكالة. طبعا جرب لي الكاميرا بالله، هذا الريوس، هذا الكاميرا حقت الوكالة ما شاء الله تبارك الله. افصل الريوس، طبعا شغلنا على علامة البيبان. افصل الريوس بالله، خليه يرجع شوية. هذا فصلنا الريوس، طبعا هذا علامة البيبان شغالة معنا، كل شيء ما شاء الله تبارك الله. تحكم الدروكسو، تحكم المكيف برضو شغال معنا، بيطلع معنا هنا تحكم المكيف في الشاشة. برضو تحكم الدروكسون شغال معنا ما شاء الله تبارك الله، هذا تحكم الدروكسون. وهذا الراديو طبعا شغال معنا، الراديو واضح، كل شيء واضح ما شاء الله. طبعا الشاشة ما شاء الله تبارك الله، رام 3 ذاكرة 32 جيجا. طبعا تدعم ابل كارملي، يشتغل فيها يوتيوب، يشتغل فيها كل شيء. طبعا هذا يوتيوب بدون اعلانات، نشوف شغال معنا ان شاء الله. الحين بنجرب، كل شيء شغال معنا. طبعا الدقة حقتها ما شاء الله تبارك الله. الان لو فتحنا مثلا فيديو اللي هو 8K، نشوف كيف الفيديوهات عالية الدقة. طبعا هذا الفيديوهات واضحة بدون اي شيء. نشوف كيف الفيديوهات عالية الدقة، نشوف ما شاء الله تبارك الله. شوف الوضوح، طبعا هذا يوتيوب طبعا بدون اعلانات، تم تثبيت يوتيوب بدون اعلانات. كذلك في يشتغل معنا في الخلفيه، هذا هو اليوتيوب. برضو في عندنا برنامج التلفزيون، هذا هو برنامج التلفزيون. طبعا كما تلاحظوا السرعه حقتها سريعه ما شاء الله. هذا برنامج التلفزيون، نقدر نشغل اي قناه مثلا. نجرب هذه الام بي سي نشوف تشتغل معنا. هذه الام بي سي شغاله معنا. طبعا نقدر نشغل واجهتين في نفس الوقت، نعلق على هذا نشغل واجهتين في نفس الوقت. هذا مثلا معنا التلفزيون، هنا ممكن نقدر نشغل المتجر او اي شيء. طبعا تم تثبيت المتجر، هذا المتجر شغال معنا البرامج، شغال كل شيء. طبعا هذا الام بي سي شغاله معنا. شوف الان شغاله واجهتين في الشاشه نفسها. طبعا ما شاء الله تبارك الله، مواصفاتها قد احلى مواصفات. طبعا حتى من هنا نقدر نرجعها، مواصفاتها قد احدث مواصفات في الريد ماستر. عندنا خرائط اللي بدون نت، هذا شغال معنا. الحين نسوي لها برمجه الخرائط اللي بدون نت. طبعا وهذا التلفزيون باقي شغال معنا. برضه نقدر نشغل اليوتيوب يبقى شغال هنا. هذا شوفوا السرعه اللي فتحت بها اللي هي الخرائط اللي بدون نت ما شاء الله تبارك الله. طبعا نقدر نطفي الشاشه حتى من هنا، نقدر نعلق عليها يطفي معنا الشاشه والصوت يبقى شغال. طبعا ضغطة واحدة تشتغل معنا، نقدر نتحكم في الإضاءة من هنا، ونقدر نتحكم بأي شيء. هذا الآن شغال معنا، كل شيء شغال معنا. طبعا يوتيوب بدون إعلانات، يوتيوب مع الإعلانات. عندنا أبل كاربلي برضو، كل البرامج شغالة معنا. يعطي خيرها ويكفي شرها. طبعا ما شاء الله تبارك الله، الشاشة بأحدث المواصفات. الرجاء الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي، 0572 93 372 2.